ايه راي حضرتك طبعا في وضع النادي في وجود المستشار مرتضى منصور والفتره اللي ما كانش بيجي فيها؟ والله بص حضرتك، هو سياده المستشار مرتضى منصور بيعتبر وجود ان هو انا باجي عشانه هو مخصوص، لان هو لما ما كانش موجود احنا ما كناش بنيجي. انا بس لسياده المستشار مرتضى منصور بالكبير العيله او كبير اللي هو القريه، يعني اللي بيبقى ليه كلمه، واخد بال حضرتك، وكله لازم يسمعه، واللي عايز يتعلم الاداره صح يجي يتعلم من سياده المستشار مرتضى منصور. على فكرة أنا أديلي سنتين ما كنتش دخلت النادي، بس بجد شكرا شكرا على كل حاجة عملها لنا. حقيقي أنا واحدة من الناس، لسه كنت بتناقش مع سواق تاكسي دلوقتي، هو أهلاوي، فبيقول لي إيش أنتوا بتحبوه ليه؟ إحنا بنحبوه لأن أنا بدخل النادي مرتاحة، بوصل للمكان اللي أنا عايزاه براحة، أولادي بيلعبوا براحتهم في مكان أقعد عليه نظيف ومحترم، بسين نظيف ومحترم، أنا كعضو جمعية عمومية عايزة إيه تاني؟ أنا مش عايزة أي حاجة تاني أكتر من كده. بيحاول بقدر الإمكان أن يوفر كل مستحقات الفرق الرياضية، بيحاول العاملين بيقبضهم، طب يعني أكتر من كده يعمل إيه؟ هو في إيده إيه أكتر من كده ممكن يعمله يعني؟ فأنا طبعا مش بقدر أقول له غير شكرا. احنا بنشكركم على يعني المقابله الجميله دي، وطبعا سياده المستشار يعني فوق مستوى ان احنا نشكر في اعماله، لان كله في ميزان حسناته. هو الحقيقه اعماله كلها واضحه في النادي على مدار السنين، واولادنا اتربوا في بيتهم كده، بيتهم التاني، النادي ده زي البيت بالظبط، امان واستقرار وحمايه، يعني بيحمينا كستات، بيحمينا كابنائنا، بيحافظ على مشاعرنا، بيحافظ على ازواجنا. يعني بصراحة الجيم حاجة 10 على 10 في يعني في كل المجالات الحقيقة، حمامات السباحة 100 100، فربنا يكرمه يا رب ويديله كده طولة العمر والصحة ويفضل كده هو رئيس النادي دايما. الناس هنا حتى الخدمات ما كانش في خدمات، ما كانش في خدمات تماما. احنا ما بقيناش نيجي النادي الا من ساعة ما سيادة المستشار رجع تاني، وابني بيلعب في 2011، والله قعدته من النادي، قعدته ما بقاش يجي. اصل انا هباجي الاقي الترابيزات معلش حاجه عليها زي ما هي، الدنيا مش مظبوطه، الدنيا معكوكه، حتى بتندعي على حد خدمات ما ممكن ما يسالش فيكي اساسا، ومعلش كان ايه بقى يجيب لك حاجه بفلوس، يجيب لك حاجه. دلوقتي اول ما بيشوفك داخله من النادي ماشي الترابيزه والشمسيه وحاجه، وحاجه تؤمر بحاجه، ولا حد بينطق حتى جنيه. كانت اسوأ فتره للاسف، يعني النادي ده من غير المستشار مرتضى منصور ما يبقاش نادي الزمالك خالص. يعني هو يعني صراحة يعني كيان، وتحس ان هو يعني عامل روح في النادي، وما شاء الله عليه ما بيونش، وعلى طول يعني زي ما بقول لك كده، يعني النادي من غيره ولا يسوى حاجة. تحبي تقولي له ايه؟ اقول له ربنا يديله الصحه والعافيه ويقويه على اللي هو فيه وعلى الحرب اللي هو فيها. حضرتك شايف وضع النادي ازاي في ظل وجود المستشار؟ والله زي الفل، في وجود الاستاذ المستشار زي الفل، يعني من غير بقول زي ما قالت حاجه كده، من غير الاستاذ المستشار ما ينفعش النادي الزمالك. الوضع كويس وممتاز، ووضع النادي دلوقتي فيه تقدم مستمر، والنادي من غير المستشار مرتضى منصور ما يبقاش نادي، لابد من وجود المستشار مرتضى منصور على رأس هذه الإدارة ورأس الجهاز الفني ورأس كل حاجة. الخدمات اللي بيوفرها المستشار ليكم كأعضاء هنا، يعني حتى لو دخلت الاشتراكات دلوقتي تلاقي النظام موجود وكل حاجة موجودة، النادي بقى حاجة تانية، النادي بقى الحمد لله بقى شكله نادي في وجود المستشار مرتضى منصور، الحمد لله، ودي أفضل حاجة وأحسن حاجة، فإحنا مش هنقدر نستغنى عنه أبدا مهما يكون يعني. جيت مره عشان انزل البسين، بس لقيت ما فيش كلور والبسينات كانت وحشه قوي، وكان في نمله على الترابيزه كان مش نظيف يعني. دلوقتي لا، كان حلو يعني. دلوقتي حلو قوي. دلوقتي ايه بقى؟ دلوقتي الصراحه النادي جميل قوي، وفي كل حاجه، والبسينات فتحت وكل الالعاب فتحت، وانا فرحانه ان المستشار موجود معانا في النادي. تحب تقول له ايه؟ احب اقول له ما تمشيش تاني.